بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. في هذه الليلة المباركة الطيبة من الأسبوع الثقافي عن السادة الأئمة الأعلام، الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، وفي ختام هذا الأسبوع الثقافي يكون الحديث في هذه الليلة المباركة عن الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، اللهم آمين. في هذه الليلة المباركة يسعدنا ونحن في رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة أن يكون معنا عالمين جليلين، فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور محمود ربيع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، ليمتعانا ويحدثانا عن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونبدأ اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى مع فضيلة الدكتور سعيد حامد، فليتفضل فضيلته مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وتاج رؤوسنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، طه الذي عم الأنام بفضله، ساد النبيين الأول من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله، يا أيها المستمسكون بحبله، إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. السحب لا تحاكي عطاياه فما أنداه بحرا للسخاء وأكرما، أنعم بمن أسنى الكمال له انتما، مولاه قد صلى عليه وسلما، من لم يصل عليه كان بخيلا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فبداية أتوجه بخالص الشكر وعظيم تقديري إلى المنصة الكريمة، لا سيما الأستاذ الدكتور محمود ربيع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، لإيثاره أن أكون متحدثاً أولاً قبله، وذلك دأب العلماء والصالحين في التواضع، أسأل الله جل وعلا أن يمتعه بالصحة والعافية. ثم أتوجه إليكم جميعاً بالشكر والتقدير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعاً. وأما عن موضوعنا، فيحتار الإنسان من أين يبدأ، لأنك حينما تتكلم عن العلماء تجد نفسك صغيراً جداً أمام هؤلاء العمالقة. هؤلاء رجال كبار، علماء أجلاء، اجتهدوا فصنعوا للأمة حضارة كاملة، صنعوا للأمة حضارة كاملة، بداية من الإمام أبي حنيفة النعمان، وثانيهم الإمام مالك بن أنس، وثالثهم الإمام صاحب هذا المقام محمد بن إدريس الشافعي، ورابعهم الإمام أحمد بن حنبل. وهذا الترتيب ترتيب زماني، ترتيب من ناحية الزمان وناحية الظهور الأول فالأول. وأما إذا أردنا أن نتكلم عن الإمام أحمد بن حنبل، فنقول ولد الإمام أحمد عام
64 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الإمام 3 وتوفي أبوه، فصار يتيما ليلتقي في اليتم مع رسول الله محمد. والإنسان حينما يكون يتيما له عند الله جل وعلا مزايا ونفحات ونورانيات لا يعلمها إلا الله جل وعلا. واليتم درجات، أبين لك حتى ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في اليتم أبلغه. اليتم هي يا جماعة درجات، فمن مات أبوه قبل بلوغه بلحظة سمي يتيما في تلك اللحظة، ومن مات أبوه قبل بلوغه بعام سمي يتيما في هذا العام، ومن مات أبوه قبل بلوغه ب3 سمي يتيما في 3. طيب الإمام أحمد بن حنبل مات أبوه وعمره 3، يبقى بلغ في اليتم مقدار طويل، مقدار طويل ليكون له منقبة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتيما، فصار الإمام أحمد يتيما كرسول الله. لكن في قضية أبلغ، أن يتم النبي مختلف عن يتم الناس جميعا، فبمجرد أن وضع والده النطفة مات الوالد ليكون رسول الله سيد اليتماء. فإذا سئل من سيد اليتماء فقل رسول الله محمد. يجي الإمام أحمد يكون يتيما بعد 3، يبقى دي أول مشاركة للإمام أحمد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المشاركة الثانية أنه يلتقي مع رسول الله في النسب في جده نضار، فجمع الله جل وعلا الحسب والنسب للإمام أحمد ليلتقي مع رسول الله في جده نضار. طيب لما يبقى يتيم، من سيتولى تربية الإمام؟ أمه. والأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا كامل الأعراق. الأم هنا هتبدأ تصنع مشروع عالم كبير للأمة، هتبدأ تزرع في قيم ومبادئ وتغرس فيه أخلاقيات، زرعت فيه حب العلم والعلماء، حطت فيه قيمة كده اسمها حب العلم والعلماء. يطلع سيدنا الإمام أحمد عنده القيمة دي يا جماعة، ما هو مش كل واحد يصلح لأن يؤم الناس في القيم، مش بكيف حد، لا. سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هيؤم الناس فين يا جماعة؟ في القيم، في الصدق والوفاء والعطاء والزكاة ورعاية الفقراء والحث على صنائع المعروف، دي كلها إمامة قيم. فسيدنا الخليل إبراهيم قال: ومن ذريتي، أنا عاوز الذرية تبقى إيه؟ أئمة في القيم. قال: لا ينال عهد الظالمين. الظالم لا يصلح أن يكون إماما في القيم. فزرعت أم الإمام أحمد في الإمام أحمد قيمة العلم وحب العلماء، فصار إماما في العلم. زرعت فيه أمه الأخلاق فصار إماما في الأخلاق. زرعت فيه أمه الورع فصار إماما في الورع. زرعت فيه أمه الصدق فصار إماما في الصدق. زرعت فيه أمه الوفاء فصار إماما في الوفاء. زرعت فيه أمه عزة النفس فصار عزيز النفس. زرعت فيه قيما وأخلاقا فأنتجت الإمام أحمد بن حنبل. ده الأم زرعت فيه ذلك، لدرجة أنه لم يتم 15 من عمره إلا وحفظ القرآن الكريم حفظا متقنا.
من حبه للعلم وزراعة العلم جواه حفظ القرآن الكريم عند 15 سنة، حفظ القرآن الكريم. طب القرآن الكريم يا جماعة هيزرع في إيه؟ كل القيم والخير وصنائع المعروف. لذلك قال العلماء في قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. كنا نقول في غير القرآن إنه لقرآن فصيح أو لأنه لقرآن بليغ، لكن أراد القرآن أن يعطي بعداً أبعد لأمة النبي أن القرآن كريم يكرم من تعلق به. فإذا نظرت إلى المصحف الذي بين يديك ستجد أن المصحف مكون من ورق وكلمات الله جل وعلا. المصحف ده مكون من حاجتين، من ورق وكلمات مين؟ كلمات الله جل وعلا. قبل أن تكتب الكلمات في الورق لم يكن للورق قيمة، افعل فيه ما تشاء. فلما كتبت كلمات الله جل وعلا في الورق ولامست الورق غيرت أحكامه وبدلت أحواله فصار قرآنا كريما. فما بالك إذا تعلق القرآن الكريم بقلب الإمام أحمد بن حنبل هيعمل فيه إيه؟ فغير الإمام وبدل فصار حافظا متقنا لكتاب الله. ثم دفعته أمه دفعا إلى العلماء، فأخذ الإمام أحمد يلتقط بذاكرة لم تعهد في التاريخ، يلتقط جميع الأحاديث الواردة إليه، لدرجة أن بعضهم قال سئل الإمام أحمد في 40,000 مسألة فحدث بروينا وأخبرنا، يعني عنده روايات وصلت 40,000 رواية يحفظها ظاهرا عن قلب. ده نور أودعه الله وقذفه في قلب الإمام أحمد، كما قال سيدنا عثمان بن عفان: اتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. فنور الله جل وعلا أودع في قلب الإمام أحمد في تلك الذاكرة الحفظية التي لم ترى على مر التاريخ كله، ذاكرة حفظية حديدية متقنة ومتقنة للحفظ. لدرجة أنه نادراً ما يحدث أن يرد أستاذ إلى تلميذه، ما بتعهدش الحكاية دي، إن أستاذ يبقى المرجع بتاعه مين؟ التلميذ. كان الإمام الشافعي محمد بن إدريس يقول للإمام أحمد بن حنبل: إن صح عندك الحديث فأخبرني به. يعني سيدنا الإمام الشافعي يقول لسيدنا الإمام أحمد: لو صح الحديث عندك بلغني به. لماذا؟ لأنه رأى فيه ضبطا وإتقانا وحفظا وذاكرة قوية وقدرة على تحديد الكلمة بعينها، فرأى الإمام إبداعا ما بعده إبداع وذاكرة ما بعدها ذاكرة، فقال: يا أحمد إن صح عندك الحديث فبلغني به. دي حديث تفسير لحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحديث بتاع سيدنا النبي؟ بيقول إيه بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا في حديثه القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالطاعات حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هكذا كان الإمام أحمد بن حنبل، أعطاه الله جل وعلا نورا وحفظا، أعطاه الله جل وعلا ذاكرة قوية وقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها. يقدر الإمام أحمد أن يخرج لأمة النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 مسألة، حفظ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم المسند 40,000 حديث. هكذا
كان الإمام أحمد بن حنبل. وحتى لا أطيل على أسماعكم أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة على هذه الكلمة الطيبة. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ويقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أحد الصالحين: إذا لم يكن العلماء هم أولياء الله فمن أولياء الله؟ العلماء أيها الأحبة هم ورثة النبوة المباركة، وهم أولياء الله الصالحين في الأرض، أينما حلوا نفع الله سبحانه وتعالى بهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمائنا. إكمالاً لهذه الأمسية المباركة وهذه الندوة الثقافية التي تقيمها وزارة الأوقاف برعاية مباركة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي نشكره أيما شكر على أن أتاح هذه الفرصة لجميع المساجد على مستوى الجمهورية لتتلقى العلم من أهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوات وهذا العمل في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واستكمالاً لحديثنا عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، يحدثنا الدكتور محمود ربيع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له القلوب والأسماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. جزاك الله خير يا سيدي. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثاره إلى يوم الدين. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعل لنا من العلماء سراجا لهذه الأمة، أضاء لنا الطرق وأنار لنا السبل، وكانوا مصابيح الدجى في الليالي المظلمة. نحن في هذا المقام وفي هذا المسجد العطر يعني أشرف بالتواجد في مسجد مولانا وسيدنا الإمام الشافعي في هذه الليلة المباركة، وأرحب بالسادة القائمين على هذه اللقاءات وبفضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور فودة إمام وخطيب مسجد الإمام الشافعي. إن الحديث يطول حول دراسة ومعرفة عالم من العلماء وأحد أئمة الاجتهاد لهذه الأمة. إن شاء الله لا نطيل معكم المقام، إنما نذكر ما تتودد إليه النفوس ويحبب للقلوب معرفة الأسماع حول إمام أهل السنة والجماعة. قبل أن نبدأ في معرفة ذلك، ننوه على أهم الأشياء التي نريد أن نعرفها. حياة وسيرة الإمام أحمد بن حنبل، المحنة التي مر عليها وكيف نستفيد من هذه المحنة. الأمر الثالث وهو شيء أهم، هل مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو الكلمة التي تطرأ كثيراً كلمة حنبلي أو أنت حنبلي، هل مذهب الإمام أحمد بن حنبل مذهب التشدد والتعصب أم الأمر على غير ذلك؟ كذلك يعرف عن الإمام أحمد ك
كلمة الأخذ بالسنة، فهل نأخذ من حيث أخذوا؟ كلمة اشتهرت كثيرا بين الناس يرددها العوام دون معرفة ما فيها، هل نأخذ نحن كعوام من حيث أخذوا أم من الذي يأخذ بالسنة؟ والشيء الأخير الذي نختم به ألا وهو الحلقات المتصلة للفقهاء الأربعة، كيف كانت العلاقة فيما بينهم وكيف تعلموا من بعضهم البعض؟ نكمل من حيث بدأ الدكتور سعيد حامد. الإمام أحمد بن حنبل هو إمام ولد في بغداد في العراق، عربي أصيل، عاش 77 عاما، ولد في ربيع الأول ومات في ربيع الأول. بدأ في تلقي العلم وعنده 15 عاما. أول شيخ له في الحديث ومن لطائف المعارف أنه أخذ الفقه عن التلميذ الأكبر للإمام أبي حنيفة أبو يوسف القاضي، وهذه من اللطائف أن يكون أول شيخ للإمام أحمد بن حنبل في الحديث يكون أبو يوسف القاضي. كذلك الإمام أحمد بن حنبل برع في علم الفقه وعلم الحديث، لكن زاد علمه ودرجته في الحديث عن غيره، وليس معنى ذلك أن الأئمة الثلاثة لم يكونوا على دراية بالحديث، فالإمام أبو حنيفة كان له المسند، والإمام مالك كان له الموطأ، والإمام الشافعي كان له المسند، فبالتالي للأئمة الأربعة كتب في الحديث تختلف الدرجات حسب ما وصل إليه الاجتهاد. يكنى الإمام أحمد بأبي عبد الله، وهذه الكنية أيضا من اللطائف يشترك فيها الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، فالثلاثة يكنوا بأبي عبد الله. الإمام أحمد بن حنبل اشتهر عنه علم الحديث، ولذلك في تعريف الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول عنه: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، إمام العصر وزاهد الدنيا، إمام العصر وزاهد الدنيا ومحدث الدنيا وعالم بالسنة، باذل نفسه عند المحنة قلما تجد مثله. تخيل هذه الكلمات عن الإمام أحمد بما وصل إليه من علم وورع. تعلم الفقه وأخذه عن من؟ عن الإمام الشافعي. لذلك في مجلس له كان يسير هو سفيان الثوري فيقول لصاحبه، والإمام الشافعي هو من يعلم في الدرس، وكانت هناك حلقات، حلقة للفقه وحلقة للحديث، فيقول: إن تركك عن الإمام الشافعي، إن تركك الحديث من علو تجده في نازل، أي إن تركك علو الإسناد تجده في نازل، أما إن فاتك علم هذا الفتى الإمام الشافعي كان صغيرا فلا تجده إلى يوم القيامة أحسب أن الله لم يخلق مثله. تخيل ما وصل إليه علم الإمام الشافعي وما برع فيه الإمام أحمد بن حنبل بأن يتلقى العلم عن الإمام الشافعي ويثني عليه كل هذا الثناء، مدح وفخر بشيخه. وكذلك الإمام الشافعي يثني عليه فيقول: تركت بغداد قبل أن يأتي إلى مصر وما خلفت فيها رجلا أفقه ولا أعلم ولا أتقى من أحمد، بلغ مرتبة في علم الحديث يلقب فيها بشيخ الإسلام، يقال أنه قد علم بكل ما في السنة من أسانيد ومتون، ولذلك كان فخر الكتب الإسلامية للسنة النبوية المسند. ومن ورعه لم يؤلف ولم يكتب في الفقه مثل ما كتب في الحديث، حتى يختص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مدونا، وإنما جاءت أحكامه الفقهية عبارة عن روايات يرويها عنه كبار تلاميذه وأصحابه. الشيء الذي نريد أن ننوه عليه وننبه عليه: مر بمحنة عظيمة، وهذا هو حال العلماء،
وحال كثير من الناس. لا يعيش الإنسان طوال عمره في رغد، بل يمر من محنة لمحنة ومن حال لحال، والله يصرف عن العباد ما يشاء. فمر بمحنة وهي أن هناك دعوة من المعتزلة بأن كلام الله مخلوق وأنه ليس بقديم، ولعل البعض ربما لا يعرف المسألة معنى أن كلام الله حادث أنه خلق. فادعى المعتزلة بأن كلام الله حادث وليس بقديم، لكن كلام أهل السنة بأن الله كلامه قديم، ولا يجوز أن ينسب إلى الله الكلام الحادث، وإلا كان حادثا. فتمسك الإمام أحمد بذلك، وليس هو الإمام أحمد فحسب هو من وقف في هذه المحنة، وإنما غيره كان صيق إلى هذه المحنة الإمام البويطي تلميذ الإمام الشافعي، وصيق لها نعيم بن حماد، وماتوا في السجن بهذه المحنة، وتوالى عليه أربعة من الخلفاء: المأمون والواثق والمعتصم، إلى أن تولى المتوكل، فرفع تلك المحنة، حتى أنه جلد حتى يرجع عن قوله بأن القرآن قديم، جلد في ليلة واحدة ما يقارب 200 جلدة، ولكن صبر واحتسب ذلك، فطارت البلدان والعباد بذكر سماعه وتقواه. ما أخرجوه من السجن ليناظر المعتزلة إلا وقال لهم: أقول لكم بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فيسقر من السنة ما شاء حتى يزج به في السجن مرة تلو أخرى، حتى حبس ما يقارب 3 سنوات، ثم حبس مرات مرات، إلى أن أزيلت تلك المحنة فرفع اسمه بذلك. ومن أجل ذلك يعرف أن الإنسان عندما يقع في بلاء أو في محنة الله يرفعك بها درجات. الله لا يبتليك في الدنيا إلا للاختبار والامتحان والاصطفاء. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فكانت الفتنة للإمام أحمد في هذه القضية، فأزال الله بها تلك فأزال الله به تلك المحنة. طب مذهب الإمام أحمد هل هو مذهب متشدد كما يدعي البعض؟ الإمام أحمد من المذاهب التي اعتنت بالكتاب والسنة، سارت على منهج الصحابة رضوان الله عليهم. ومعنى كلمة المذاهب الفقهية أي أنهم قد تلقوا العلم كابرا عن كابر، تابعا عن الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا العلم من حيث أخذ الصحابة. ولذلك من ينكر على الفقهاء الأربعة نقول لهم: الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في فهم دلالات الكتاب والسنة، فكذلك الفقهاء قد اختلفوا، وكذلك تستجد الحوادث والوقع على مر العصور والدهور وفي كل زمان ومكان. هل السفر حاليا كالسفر قديما؟ هل وسائل المواصلات حاليا كالسفر قديما؟ هل المعمار والبناء حاليا كالمعمار والبناء قديما؟ وهكذا استجدت أمور كثيرة. فبالتالي لابد أن يكون للفقهاء علم يوقعون فيه عن رب العالمين. اشتهرت هذه الكلمة على أنه مذهب متشدد أو فيه من التعصب، والحق يقال ليس في مذهب الإمام أحمد تشدد أبدا ولا تعصب، بل تجد فيه من التيسير والسماحة ما في المذاهب الأربعة، بل عنده القاعدة الفقهية في المعاملات، ولا أذكر فروعا غير ذلك. الأصل في العقود والشروط جميعها الإباحة، ليست مقيدة إلا إذا خالفت الكتاب والسنة، فتجد من التيسير والتخفيف. وإنما أتى التشديد إما من بعض أتباعه شددوا فلم يفهموا ما أتوا به، أو لقلة أتباعه، أو لمتعصبين على المذهب. فالمذهب الحنبلي ودراسته الجادة لا تجد فيه تعصبا، ربما اختلطت بعض المسائل من حيث العقيدة ومن حيث الشريعة، لكنه مذهب قام على التيسير، شأنه شأن بقية المذاهب الأربعة، ولكن
قل أتباعه نظرا لتأخره الزمني. طب الأمر الذي نتحدث فيه ونختم فيه ألا وهو مسألة الأخذ بالسنة. هل مسألة الأخذ بالسنة أو نأخذ من حيث أخذوا به، هل هذا الأمر مطروق لكل إنسان؟ لما لا نأخذ من حديث رسول الله وندع ما قال مالك وقال أحمد وقال الشافعي وقال أبو حنيفة؟ أم ماذا نأخذ؟ أتت امرأة تسأل عالما فتقول له ماذا يقول مالك في قول الله تعالى، فيقول لها قال رسول الله، تقول له أسألك عن مالك، أسألك عن مالك، فيقول لها وأنا أقول لك قال رسول الله، تقول هل يعرف قول مالك إلا وهل يعرف قول رسول الله إلا من خلال قول مالك؟ أي لا يفهم حديث رسول الله ولا يفهم كلام الله إلا من خلال العلماء. هل الإنسان الذي لا يعرف معاني القرآن هو من يستخرج لنا الأحكام أم علماء بلغوا مرتبة الاجتهاد؟ لذلك مسألة إذا صح الحديث فهو مذهبي، بمعنى صح الحديث عند من؟ من الذي صح الحديث؟ العالم المجتهد. ومن الذي يعرف صحته من ضعفه؟ العالم المجتهد. لو قلنا بحديث كذا ربما منسوخا وربما مقيدا وربما مخصصا وربما في حادثة معينة، فهل العامي أو من لم يعرف شيئا في الفقه هو من يأخذ بحديث رسول الله أم نرجع إلى أقوال الفقهاء؟ فبالتالي أقوال الفقهاء الأربعة في الأخذ بحديث رسول الله عند التساوي في مرتبة الاجتهاد، فإن تخلف الاجتهاد نرجع إلى أقوال الصحابة. ختاما، السلسلة المرتبطة بين الأئمة الأربعة وخاصة في ختام الموسم أو الأسبوع الثقافي حول الأئمة الأربعة، أن المذاهب الأربعة تقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستدعي دائما التيسير والتخفيف، لا للتشديد ولا للتعصب. وهذا ما نجده من رخص وتيسير في الفقه الإسلامي من أوله لآخره، ما يبرهن على أن الفقه الإسلامي ليس فقه تشدد ولا جمود ولا تعصب، وإنما الفقه الإسلامي على مر العصور يتجدد، بأنك تجد في المذهب الواحد لا أقول مئات الكتب وإنما آلاف من الكتب، آلاف من العلماء على مر 13 قرنا من بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة. فبالتالي لو كان الفقه متشددا لاكتفينا بمذهب واحد، ولو كان الفقه متشددا لاكتفينا بكتاب واحد في المذهب. هل يقول أحد بعد ما قال أبو حنيفة؟ أبدا، وإنما الفقه متجدد، يأتي إليه العلماء تباعا بعد تباع ويتوالوا بعد ذلك جيلا بعد جيل، يجدد ويحدث وينقح وفق الوقائع والنوازل. ختاما، الفقهاء الأربعة كان الأمر بينهم تراحما، لم يكن الأمر فيه تعصبا، يثني الإمام الشافعي على الإمام أحمد، ويثني الإمام أحمد على الإمام الشافعي، يثني الإمام الشافعي على الإمام أبي حنيفة، ويثني على الإمام مالك، كلهم في سلسلة متصلة أخذوا من بعضهم البعض. فالواجب علينا تقدير العلماء والاهتمام بحياتهم وسيرتهم العاطرة. عندما نعرف سيرة كل عالم نفتخر بأن الأمة تقوم على العلم، ليست على العشوائية ولا ليست على التكاسل ولا الإهمال، وإنما من رب ابنه للعلم توارث ميراث النبوة في ذلك. ختاما، الفقه الإسلامي يعرف من علماء الاجتهاد، لذلك عندما نقول كلام الله وسنة رسول الله ننظر إلى أقوال العلماء كيف فهموها ومن أين أو كيفما استخرجوا فيها الأحكام. الحديث في ذلك يطول حول الأئمة الأربعة وعن الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله عليهم جميعا، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب وأن يرزقنا العلم النافع والقلب الخاشع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه الصلاة والسلام. كان الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تلميذاً للإمام الشافعي، وكان عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل يسمع والده كثيراً يثني على الشافعي ويكثر له من الدعاء، فقال له: يا أبتي، أراك تكثر من الدعاء للشافعي؟ فقال له: يا ولدي، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو هل لهذين من عوض؟ رضي الله عن أئمتنا الأعلام ونفعنا الله بعلومهم، اللهم آمين. في ختام الأسبوع الثقافي عن الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف المصرية على أن أتاحت هذه الفرصة للتعرف على علمائنا الأجلاء، ثم نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور محمود ربيع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، كما نخص بالشكر رواد مسجد الإمام الشافعي الذين أظهروا محبتهم لمسجدهم ولأئمتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حضراتكم جميعا، وأن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاطمئنان، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصرنا الغالية واحة أمان وطمأنينة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.